مبادرة وعي هي واحدة من المبادرات العزيزة على قلوب كل واحدة في المؤسسة، لأن هي تدعم المرأة بأسلوب جديد. ويمكن لو تتذكري زمان كان الموضوع أبداً مو سهل، هو تمكين المرأة قانونياً وتوعيتها بحقوقها القانونية. دربنا كثير محاميات، اشتغلنا كثير على قضايا، مكننا سيدات كثير حتى في الشق الاقتصادي، دخلت في مع جهات كثيرة سواء سجون أو جامعات أو هيئات، ولله الحمد استفاد منها كثير وكان لها الأثر العظيم والحمد لله. فأنا أبغاكي كده تقولي لنا كيف ابتدت، كيف كان التحديات، ولين وين وصلت وكبرت وصلت ما شاء الله مبادرة جميلة. بدأنا في المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الوليد الإنسانية في عام 2014. بدأناها في التركيز على نشر الوعي والثقافة القانونية للمرأة في المملكة العربية السعودية. بالسنوات اللي بعدها طبعاً إحنا كل سنة نعمل خطة مستقلة، في كل سنة نعمل خطة نعمل عليها، يعمل عليها فريق نخبة مميزة من المحامين والمحاميات، نقدمها للجهات القطاع الخاص والعام. بعد التركيز على نشر الوعي والثقافة القانونية، بدأنا في تمثيل المرأة أمام القضاء، في الترافع عنها في القضايا اللي تهمها. في هذه السنة تحديداً ركزنا على قضايا العنف والإيذاء. طيب لو قلت لك إيش أكثر قضية أثرت فيك في وعي؟ هذا سؤال جدا صعب الحقيقة، لأنه في قضايا كثيرة تمسنا يوميا بشكل يومي. يعني في قضايا تعاطفنا معها إحنا يعني كمحاميات وتعاملنا معها بإنسانية، ممكن تدخلنا من ناحية يعني أكثر من كوننا أو دعمناهم بشكل أو أخرى، لكن في قضايا كثيرة كثيرة يعني مؤثرة. أنا قضية واحدة ما حذكر اسم طبعا، ولكن هي كانت سيدة معنفة، وكانت معنفة جسديا لو تتذكر، كان عندها مشاكل يعني كان جسمها محروق تقريبا، ولله الحمد أخذت قضيتها وطلقت، والبنت الحين بتشتغل وبتشتغل في كريم وبتشتغل في كذا في مشروع ثاني خاص بالمؤسسة، وأخذت سكن من المؤسسة والحمد لله ما شاء الله عليها. الآن البنت يعني أقدر أقول إن هي عايشة حياة طبيعية وبتتعالج الحين، تعالج جسمها من الحروق اللي كانت فيها والإيذاء الجسدي اللي كانت فيه. طبعا هذا بفضل الله ثم بفضل واعية. فإحنا بدأت مبادرة كانت حلم وتحقق، ودائما هذا الهاجس حق رئيس مجلس أمنائنا الأمير الوليد بن طلال، إنه هو دعم المرأة سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو الصحي أو التعليمي. هذه هي رؤيته وإحنا بنطبقها، والحمد لله إن إحنا دائما ننجح كذا ونكون عند حسن ظننا.